سنبارك للعربي وجوده بيننا الموسم القادم، معزز مكرم بين كل الأندية القطرية الأخرى، والكل يريد ويعلم أنه يعني بقاء من بقاء الإثارة نوعا ما في بعض المباريات، وإن ذهبت ربما على مستوى المنافسة في أرضية الملعب. لوكا الكرواتي كما قال في المؤتمر الصحفي، نعم هي مباراة كؤوس كحال كل المباريات المتبقية لدينا هذا الموسم. في نفس التوقيت على فكرة مشاهدين، هناك مباراة غاية في الأهمية تجمع ما بين الحيل والإخريطيات، مباراة اللقب. نعم إنه إذا ما فاز الحيل على الإخريطيات اليوم فإنه يتوج رسميا باللقب ويحسم مسألة اللقب، لأن قبل هذه المباراة تعرض السد لخسارة أمام مصلال بهدفين مقابل هدف واحد، وبذلك يكون لقب الدوري على طبق من ذهب بالنسبة للحيل أمام الإخريطيات إذا ما حقق الانتصار. وكذلك قبل هذه المباراة الغرافة انتصر على السلية بهدفين مقابل لا شيء، ويبقى لدينا بعد مباريات الجولة هذه ربما يكون هناك فقط صراع واحد في الدوري، يعني حتى صراع الهبوط لن يكون حاضرا ربما بعد هذه الجولة. صراع واحد هو ما بين أم صلال وما بين الغرافة، وهو صراع طبعا التواجد في المربع الذهبي. غير هذا لا مسألة لقب فقد حسمت، ولا حتى مسألة بقاء وهبوط لربما تحسم من خلال هذه الجولة. عموما العربي اليوم أو الريان اليوم، خلونا مع الريان. الريان مشاهدينا والسيد مايكل لاودروب الذي يعني ينظر ولا ينظر ربما كثيرا إلى هذه المباراة بقدر ما يفكر في لقاء الهلال سيكون على أرضية هذا الملعب بحول الله تعالى من خلال مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا. لكن اليوم مايكل لاودروب جاي بصعود الخاطر في حراسة المرمى، أسماء ربما للمرة الأولى أيضا حاضرة وتشارك معنا. سعود موجود، قلبي الدفاع حاضرين، نعم موسى هارون بجواره، غونزالو فيرا، لدينا حسام كمال في الجهة اليمنى، خمسة زياد علي 98 في الجهة اليسرى، أمامه محمد كاسولا ودانيال جومو وعبد الرحمن الكروبي رقم 6، عبد الرحمن الحرازي 7، الدوكالي يلعب للمرة الأولى ربما كأساسي هذا الموسم رقم 17، ولدينا سعود فرحان رقم 16، هذا عاد رسمي للمرة الأولى يتواجد مع الريان على مستوى المقدمة هذا الموسم. فقط يعني عندك قلبي دفاع ولديك يعني مثلا تقدر تقول قومه، أما بقية كل الأسماء الموجودة هي أسماء ربما أغلبها يلعب للمرة الأولى كأساسي من خلال هذه أو هذا الموسم، نعم بالنسبة للرهيب الرياني. أما العربي فلوكا بوناتيتش يأتي مسعود الزراعي في حراسة المرمى، يوسف رمضان، مدير عبد ربه، سعد ناطق، ياسين يعقوب، إيفان بوشتر، جاستر يحيى، عبد الله معرفي، جارديل 89، خلفان إبراهيم 10، وكاري كاري رقم 11 في المقدمة الذي انتفض أمام ناديه السابق المرخية في الجولة الماضية وسجل هدفين، استطاع من خلالها العربي أن ينتصر على المرخية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وكانت نتيجة إيجابية جدا عندما حقق ثلاث نقاط العربي بعد انتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الريان خسر الجولة الماضية أمام الريان بستة أمام الغرافة بستة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم يعني عليه أن والله ستة كانت كبيرة، معليش مقبولة، ممكن وبينه وبينكم جمهور الريان يقول لك عادي ما
معليش هذا الغرافة، هذا جارنا، هذا يعني فريق أوكي منا يعني وفينا يعني شوية، لكن لا 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 ستة من العربي شفتنا من لسان العرباوية مشكلة كبيرة. إلا العربي ما يفوز علينا هذا، هذا جمهور يعني، يعني أنت جمهور يعني مثلا لو قالوا له وهو ضامن الثالث راح تلعب مع سين من الأندية يقول لك لا عادي بتلعب معه، لكن خلونا مع خلفان الكرة المنقولة في الجهة اليمنى أطول من اللازم، عادت بعد ذلك في الجهة اليمنى من جاسر يحيى عبد الله معرفي إلى جاسر يحيى مرة أخرى منقولة لفوشر في الجهة اليمنى تعود في وسط الملعب، يحيى عادت بعده إلى سعد ناطق، شوف الثلاثي موجود في الخلف، هذا سعد ناطق الكرة التي تصل في وسط الملعب في الجهة اليمنى عادت إلى عبد الله معرفي نقلات ممتازة وصلت إلى خلفان، فأقول لك الرياني لو تجي لأي هو ضامن الثالث، الريان ضامن الثالث، ما راح يجي فريق ويهدده، لكن لو قالوا للرياني راح تخسر من هذا ماشي وراح تلعب مع هذا الفريق راح يقول لك عادي جدا، لكن راح يقولوا له تعال الأسبوع الجاي مع العربي راح أشوف الريان يقوم يقول لك خلوها، الريان يقول لك خلوها هذه أبيها كل المباريات معلش إلا ذي، هذا ثار وهذه مباراة، هذه مباراة لها خصوصيتها، لها شأنها، كان من كان، تواجد من تواجد، فالإسمان يبقيان من خلال أرضية الملعب. الكرة الآن موجودة حاضرة قبل المباراة، الكل رأى ويعلم تماما قدرة الريان على لربما الانتصار على العربي، لكن الآن ومع هذه الأسماء لربما الأمور تتغير، من الممكن يعني واحد يقول لك لا والله يعني الموضوع لا الموضوع انه 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 العربي اليوم وبوجود هذا الجميل هذا الرائع هذا الذي يقدم موسما مميزا جدا، الحديث عن خلفان ابراهيم خلفان نعم ربما يقود العربي في لقاء اليوم، مدير في الجهة اليمنى وصلت لي مصلحة العربي عن طريق عبد الله معرفي، منقولة في الجهة اليسرى عن طريق سعد ناطق العراقي، نعم نعم هذا يابا العراقي، هذا الولد، هذا الوردة الذي يقدم أيضا موسما جيدا حتى هذه اللحظة، لكن الكلية بنقاط اليوم، جاءت النقاط اليوم يكون العربي ضامن، تكون الأمور ممتازة بالنسبة للعربي. إيفان فوشتر يعيدها لسعد ناطق لدى العراقي، تعود إلى خلفان، خلفان إلى ياسين، ياسين هذا ياسين يعقوب يلعب كثلاثي، طبعا العربي اليوم في الخلف مدير في الجهة اليسرى ويوسف رمضان عفوا يسرى وذاك يمنى، ولدينا الثلاثية الوسط جاسر وعبد الله وكذلك جارديل، في حين خلفان حر يفعل ما يريد، خلفان خلف كاري كاسول في الجهة اليسرى ناحية عبد الرحمن الحرازي، محاولة المرور انت ايضا يعني عندك مايكل لاودر يقول لك تعال ما عندي وقت، نعم ما عنده وقت يجهز الفريق لانه يقول عندي يوم واحد عملية الاستشفاء سفر جاي من الرياض مقابل الهلال، مباراة كانت غاية في الصعوبة 1-1 كان بالإمكان أيضا أكثر من ذلك، فكيف أجهز الفريق ألعب مع العربي ما يجوز ما يصير، زين إيش أعمل؟ قالوا له أو هو رأى أنه والله المسألة أنه لا معلش انا 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 مش خسران يعني الثالث ثالث خسرت رحت جيت معليش انه انا ماني متحرك من المركز الثالث، فخلوني مع الهلال خلوا بالي مع الأسيوية راح معليش ندخل الشباب، ولربما هؤلاء الاسماء تريد ان تثبت نفسها
على مستوى المباريات القادمة. لدينا خطأ خلفان، الكرة تلعب عالية على القائم الأول، كازولا يبعد إلى خارج أرضية الملعب. إي نعم، الريان الثالث، الريان لعب 19 مباراة، 12 انتصار، 3 تعادلات، 4 هزائم، لديه 39 نقطة في المركز الثالث. الكرة العالية خطيرة للريان، لكن قبل ذلك هناك صافرة بوجود خطأ لمصلحة سعود الخاطر. التدخل كان مع سعد ناطق، سلامات لسعود الخاطر وسلامات لسعد ناطق بهذه الطريقة، دخلوا ببعض. هذا يقول لك وي بوي، نعم 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 نعم، وي بوي، ما حد غلطان على الإطلاق، لكن سلامات لسعود الخاطر، سلامات لسعد ناطق في اللقطة الماضية. كنت أتحدث نعم عن جدول ترتيب الريان، الريان 39 نقطة، سجل 47 هدف، استقبل الشباك 33 هدف. العربي 19 مباراة، 4 انتصارات كخسائر الريان، 6 تعادلات، 9 هزائم بالنسبة للعربي، سجل 23 فقط، استقبل الشباك 38 هدف، ولديه 18 نقطة، حالة حال الخور مثلا ب 19، فوق قطر 19، الأهلي 22، والأهلي هو الفريق اللي يعني من الأهلي وطالع، يعني من النادي الأهلي وطالع الأمور في الروم، يعني الأمور طيبة، أنت على 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 السيف قاعد وطالع البحر، واللي بغ واللي غرق واللي يدوب ها يسبح للساحل، واللي صارع الموج واللي يسحب التيار، والأهلي قاعد على السيف ها ويطالع وتطمش، لكن البقية لا، الكل راح، الكل عدى، الكل مر، الكل اجتاز، والكل يفكر أن يصل إلى القمة. نعم إلى القمة. لدينا تدخل أمام كاري، كاري من سعود إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. هذا كاري، كاري هذا الطير، نعم هذا الطير اللي سجل هدفين في الجولة الماضية، هذا اللي يعني نرى نتابع يقنع يستمر لا تعلم، لكن عنده 5 أهداف، سجل 3 عندما كان لاعبا مع المرخية، وسجل هدفين عندما لعب ضد المرخية. هذا هو كاري، كاري. الكرة المنقولة وصلت لدى العربي عن طريق طبعا إيفان فوشتر إلى خارج أرضية الملعب. بارد نعم، 11 دقيقة 12، مبهي، لا لا مش هي، مش هي المباراة، مو المنتظر، نعم، لأن مسألة الرغبة انتفت لدى، وإن كانت يعني ربما موجودة مع العربي، لكن العربي ليس هو الأفضل فنيا على مستوى الأوراق، ليس، لكن لا تعلم، ممكن العربي يستفز الريان اليوم من خلال هالمباراة، يعني جول والآخر، الفعالية الهجومية عليه جارديل منقولة في الجهة اليمنى، مدير يعيدها لدى جاسر، جاسر عندنا لمصلحة خلفان، خلفان مقطوعة تعود إلى دانييل جومو مع دوكالي، لكن ينتظر الصعود في الجهة اليمنى، حسام كمال في الجهة اليمنى، لكن الكرة ما مرت، عادت بعد ذلك لمصلحة الريان عن طريق اللاعب محمد كاسولا. وصلت لدى الريان، عادت في الخلف زياد علي، النقل الموجودة لمصلحة كاسولا، دانييل جومو نقل الكرة لمصلحة الدوكالي، الدوكالي أمامية، استلام ممتاز، سعود إلى الدوكالي، المحاولة للريان، المرور، الدوكالي حاول لكنها تبعد، تعود من سعد ناطق إلى كاري، كاري لمسة، وكونسالو فيرا يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أنتصر أبقى، هكذا أريد، لأن كما ذكرت لدحيل فرصة تحقيق اللقب اليوم أمام الإخريطيات في نفس هذا التوقيت، إذن هي مسألة وقت، لا 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 أكثر، لا أكثر، رغم أنه يعني الإدحيل عنده مباراة سفر،
مباراة صفر، راح يروح أوزبكستان يقابل ناساف، لكن أمور خالصة سبحان الله. يعني لتحيل 9 نقاط في الآسيوية، الأمور ممتازة جدا، ما عنده أي خوف على الإطلاق، وحتى لو غير وشكل وبدل يبقى لتحيل تبقى قوته موجودة. وهو يعني جمال بالماضي أيضا مدرب ذكي، يقول لك تعال أنا ليش أعور راسي الجولة 21؟ ليش أعور راسي الجولة 22؟ ليش؟ خلصني الحين، خلص بدري ها، وبعدين خلي العيال تلعب، خلي الشباب يلعبون، ها خلوا يوسف ويوسف يتصارعون على الهداف مثلا في الجولات القادمة، لأن الصراع ما بين الاثنين 23 و21، هدفين فقط تبعد ما بين يوسف العربي ويوسف اللي مساكني، في حين أن الحمد الله استسلم، يعني أقرب واحد هو الحمد الله، لأن الحمد الله عنده 16 هدف، أقرب واحد لمتصدري فريق طبعا الاتحيل بالنسبة للهدفين. هنا مايكل لاودروب سقوط في أرضية الملعب ل7 و7، هو اللاعب عبد الرحمن الحراسي. دكة بدلاء الريان، ما شاء الله دكة عامرة، دكة يعني حدث، يعني عندك أحمد السيد، أحمد عبد المرسول، عندك محسن متولي، عندك عبد الرزاق الحمد الله، عندك محمد علاء وعمر باري، تباتا وسباسيان غير موجودين، لم يستدعيهم مايكل لاودروب، لا يريد أن يرهقهم، يبيهم يريحون أسبوع كامل إلى هذه المباراة، عكس الهلال يلعب اليوم مع الاتفاق السعودي في بطولة الدوري، وهو مطالب أن يلعب بالفول تيم. نعم، لأن اللقب على صراع كبير هو والأهلي السعودي، فلذلك الريان ربما يكون أكثر راحة. هنا لدينا الدوكالي، عرضية خطيرة لكنها تبعد بعد ذلك من دفاع النادي العربي، عادت إلى كاسولا المحاولة لدينا عن طريق اللاعب زياد علي، منقولة رأسية يوسف رمضان إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، هذا الدوكالي، هذه هي العرضية، هكذا أبعدت من عبد الله معرفي المتراجع، عادت إلى حسام كمال، يحاول حسام، لكن هذا حسام مجبر الوقت، هنا مجبر الوقت، يعني قال لك جبرني الوقت، لكن هذا لا، الأمور طيبة معاه، كرة عرضية تأتي من حسام عالية خطيرة جدا لمصلحة الريان، الإبعاد كان حاضرا من مسعود زراعي، عادت الآن الكرة لمصلحة الحراسي، يحاول عبد الرحمن، لا زالت لديه، ينقلها قومو علي، الجهة لزياد علي، يحاول الكرة الملعوبة خطيرة رأسية تبعد من النادي العربي إلى ركلة زاوية لمصلحة نادي الريان، يدير هذه المباراة، اسمح لنا والله نسيناه، عبد الله العذبة حكم لهذه المباراة، يساعد يوسف الشمري، المساعد الثاني هو أحمد صالح، الحكم الرابع طالب المري، المساعد الإضافي الأول عبد العزيز موسى، والحكم المساعد الإضافي الثاني حسين الشويخ، ينسق المباراة نديم بن حسين، ولدينا يراقبها علي حمود العيمي، ويقيم الحكام عبد الرحمن عبدو، الكرة العالية خطيرة، كاريكاري يتراجع، خلفان بالراس، جاسر يبعد إلى عبد الرحمن الكروبي، لكن أيضا الضغط موجود من عبد الله معرفي، وصلت إلى سعود الخاطر مع حسام كمال في الجهة الكرة والتدخل من خلفان، لكنها تبعد، عادت لمصلحة قومه، بدأنا نشوف الريان، بدأ الريان يتحرك رغم كل الغيابات، نعم، لكنه لا زال يضغط أيضا، لا زال يشكل خطورة على العربي، والريان هو الريان، نعم، ريان بمن حضر، نعم، شوف أنت جمهوره حلو، يعني رغم شوف سبحان الله، ريان ضامن الثالث صح ولا لا؟ هنا يقولون العربي يعني جمهوره فرحان انه فوز على الخور، فوز على فوز، اي نعم، وفوز ياتي على المرخيه، الامور طيبه، نعم، امور ممتازه بالنسبه للنادي العربي، لذلك بعض الجماهير تحضر، بعض الجماهير تتواجد، واراها ربما
تكون بقليل أكثر من جماهير الريان الحاضرة. مباراة لا تعنيها، لكن أنت تعال شوف يوم 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 الهلال يكون موجود هنا، ستشاهد جماهير ريان تحضر وبكثافة كبيرة جدا، وهي من المرجح أن 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 تملأ مدرجات جاسم بن حمد في ذلك اللقاء. نعم نعم، مرجح أن تملأ مدرجات جاسم بن حمد في لقاء الهلال القادم. لكن اليوم أيضا في جماهير موجودة، وإن كانت يعني ليست بالجماهير المأمول أن تكون حاضرة نظرا لاسمي الفريقين. لدينا ركلة زاوية هي الثانية لمصلحة العربي، تنفذ عاري على القائم الثاني كاريكاري. الله سجل كاري كاري يسجل، ما ادري خلاص فتح حداد الاهداف مع كاري كاري في اللقطة الماضية يسجل اول اهداف العربي. هذا الطير، هذا اللي عافو. نعم تعال تعال تعال، يقول تعال اتنفسك، صدقني والله هذا مخلود، هذا مقهور، طلع كل القهر اللي في كاري كاري، يسجل اول اهداف العربي من خلال هذه اللقطة عند دقيقة 20. رأسية كاري كاري جابوه ليبقي العربي هنا في دوري نجوم كيو ام بي، جابوه ليبقيهم ليسجل في المباريات الأخيرة. ولربما يعني ما تدري هل كاري ايش يسوي في كاري سبايس، وفي كاري عور هذا من النوع اللي يسجل أهداف، هذا من النوع اللي 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 يعني يطلع منه ماشي أموره طيبة. سجل هدف لمصلحة العربي الآن عند دقيقة 20، 1-0 لمصلحة العرباوية لفرقة الأحلام، يسجل من خلالها كاري كاري. لدينا كرة في وسط الملعب، كاسونا تبعد رأسية الموجودة فوتشر، الكرة الأمامية قوة جسمانية موجودة، بنية موجودة، لذلك الطلب أكبر، الرغبة بأن يقدم الأفضل هو كاري كاري. كرة أمامية، السلام موجود، وتدخل هذا سعود فرحان، سعود فرحان بنشوفه هنا. لدينا جومو يحاول إزالة الكرة لدى جومو، زياد علي تقدم في الجهة اليسرى، تسديدة جومو بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، لكن في بطاقة صفراء لمين؟ لسعد ناطر. تعال، هذه هي رأسية كاري كاري، لم يكن هناك أحدا حاضرا في الزاوية اليسرى، وسجل بهذه الطريقة كاري كاري أول الأهداف من خلال هذه المباراة، وكان سعيدا للغاية كاري كاري، وفرحة العرباوية بالهدف الأول من خلال هذه المباراة. هدف يطمن، هدف يريح، هدف يخلينا موجودين حاضرين في الموسم القادم هنا. نعم، رمية جانبية، هناك طبعا لا زالت المباراة التعادل السلبي ما بين الإخريطيات وما بين الطحين في تلك المباراة، وهنا كما نشاهد هدف مقابل لا شيء لمصلحة العربي، محاولة منقولة في الجهة اليمنى عن طريق يوسف رمضان، أمامية طويلة وصلت لجارديل، الاستلام الموجود، الكرة لا زالت في أرضية الملعب، جارديل يحاول في الجهة اليسرى، هو الهداف جارديل، عنده خمسة أو جارديل عنده أربعة، الهداف خلفان عنده خمسة، الآن أصبح كاري كاري عنده ستة، لكن ثلاثة تبع الإخريطيات مش تبع العربي، الثلاثة اللي عنده، لكنه هو الهداف على مستوى بطولة الدوري لأنه لديه ستة
مع مع العربي هذا هو كاري كاري. كرة منقولة وصلت لمصلحة سبحان الله، يعني ثلاث مباريات مع العربي رجال أو أربع تقريبا، عنده ثلاثة وموسم كبرى بعرضة بشطولة مع المرشية، عنده إيش؟ عنده ثلاثة. هذا الأمر يجعلنا نتحدث عن أمر مهم جدا. مو شرط اللي يفشل معاك يفشل معه، ومو شرط اللي ينجح معاك ينجح معه، صح ولا لا؟ لأن قد أكون قد ألعب بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تلعب بها، قد أكون أنا أعتمد على الأطراف، أنت ما تعتمد، أنت تلعب على العمق في صناعة اللعب. قد يكون اللاعب يجيد الكرات الهوائية ولا يجيد مسألة من يكون خارج منطقة الجزاء، قد يكون مهاجم داخل البوكس، فأمور كثيرة تحكم اللاعب، أمور كثيرة تحكم نجاحه، فشله، استمراريته، عطاءه. ويجب علينا أن نعمل ذلك. أنا جايب لاعب إيش؟ شنو طريقته؟ هل يتناسب مع الفريق؟ لأن المرخية نعم، فالمرخية كان فريقا لا يسجل عليه بسهولة، فريق يدافع، فريق لا يستحوذ على الكرة. ما ينفعك هذا، لا ما ينفعك لاعب سريع، لاعب مهاري، لاعب يلعب خارج منطقة الجزاء. مو كاري كاري اللي ينفعك، لا، على الإطلاق على الإطلاق. هذا لاعب تلعب له عرضيات، تلعب له كرات عالية، دائما ما تخليه داخل منطقة الجزاء، انت تكون مستحوذ، نعم يمشي معاك. فلازم اعرف الثوب اللي قدي، ها، افصل المحترفين على قدرات فريقي، وليس فقط تعال يجيب وحط وخل والامور بهذه الطريقة. انتصف شوط اللقاء الاول، اكثر من 25 دقيقة مشاهدينا، العربي يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق كاري كاري ومسعود زراعي بركلة مرمى امامية وطويلة بالراس تصل الان لدينا في وسط الملعب. جاسر يحيى احد الاسماء الممتازة جدا في وسط الملعب، الكرة المنقولة لكن اطولها بزيادة، يوسف رمضان، الكرة تعود الى سعد ناطق الى ايفان فوتشر اللي جابوه في يناير بدلا من عمار الجمل، وكذلك يعني مارديك كان الذي غادر واتى كاري ابغى على جارديل وسعد ناطق، والامور تسير تمشي تعدي هكذا هي. ولدينا الان رأسية لكنها أيضا أبعدت، عادت لمصلحة العربي. جاسر يحيى ينقلها في الجهة اليمنى ناحية مدير عبد ربه، هذا مدير لاعب اليمني الذي يتواجد مع النادي العربي. الكرة الآن تتخلص من ياسين يعقوب، عادت إلى سعد ناطق، سعد في وسط الملعب، وصلت في الجهة يسرى عن طريق قومو الاستلام للدوكالي، ردة الفعل بالنسبة للرهيب، بالنسبة للريان الكروبي، كسولة مع الكرة لكنها أيضا تعود من اللاعب زياد علي. أعتقد من أنه يعني لا أضرب مع الثلث ساعة الأخيرة، نص ساعة الأخيرة ممكن يجري بعض التبديلات، يعني ممكن يشوف الحمد الله عشان بس يمشي رجله، عشان ياخذ على يعني ما يوقف اسبوع كامل، لانه مش امر ايجابي اللاعب يوقف اسبوع كامل، عليه انه يخوض مثلا تقسيمه قويه يدش في نص ساعه حلوه قدام العربي في الشوط الثاني. هو مثلا محسن متولي، احمد عبد المقصود، احمد يعني الثلاثه راح يدخلون وراح يغيرون شكل الريان. فعلى العربي انه مثلا ما يطمئن لواحد صفر، لا، انت عليك انه لا والله سجل اثنين ثلاثة اذا كنت قادر على ذلك، لان ريان لا محالة، ريان سيعود، لا
لا محال الريال سيسجل ربما في مرمى النادي العربي إذا ما استمرت الأمور بهذه الطريقة. لدينا الدوكالي ولدينا الكروبي على الخطأ الآن الذي يأتي لمصلحة نادي الريال. تسديدة بعيدة تماما من الدوكالي إلى خارج أرضية الملعب. هذا الدوكالي الدوكالي يعني سمعنا وما شفنا. الدوكالي سمعنا وما شفنا. هذا بالنسبة للاعب الدوكالي الصيني. يفهم. أعتقد الكل فهم. سمعنا وما شفنا. كرة وصلت لياسين. عبد الله معرفي. استلام ممتاز. وصلت لدى خلفان. خلفان ينقلها بصورة ممتازة لمدير. لكن المدير موجود في دكة في موقف تسلل في اللقطة الماضية. مدير عبد ربه اللاعب اليمني في الكرة الماضية. خط ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الريان. تأتي الآن في الجهة اليسرى محاولة زياد علي عن طريق كاسولا. عادت غونزالو فيرا في وسط الملعب لدى محمد كاسولا. كاسولا بعد ذلك الكرة الأمامية للسلام الموجود وصلت لدى عبد الرحمن الكروبي. لكن هناك صافرة من عبد الله العتبة تعلن عن وجود خطأ لمصلحة نادي الريان. نادي الريان ينتصر 22 نقطة تكون للنادي العربي. الأمور طيبة، الأمور ممتازة جدا بالنسبة للنادي العربي. لدينا رمية جانبية. حسام كمال وصلت للأمام لكنها تصل لدى سعد ناطق. بعد ذلك ياسين يعقوب يلعب الكرة الأمامية ناحية خلفان يحاول. خلفان في الجهة اليسرى. كاري مع يوسف رمضان. كاري يلعب الكرة الأمامية. يوسف رمضان يتدخل لكنها تبعد من موسى هارون اللاعب السابق اللي ياما لعب للعربي سنوات، قضاها مع النادي العربي وهو اللاعب موسى هارون. سنين تعال ها قالك والله نروح للريان، وبالفعل ذهب الى الريان وحقق معه البطولات. وهنا لدينا محاولة لهدف ثاني بالنسبة للعربي لكنها وصلت في احضان سعود الخاطر. اكثر من نص ساعة مشاهدينا متابعينا عن هذه المباراة التي تجمع الريان بالعربي، ولا زال العربي يتقدم بهدف مقابل لا شيء سجل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب كاري. حسام كمال لدوكالي ناحية دانييل غومو. الدوكالي منقولة وصلت لزياد علي بالسلام الموجود. البحث عن زميل. الكرة الأمامية لعبد الرحمن الحرازي ينقلها للكروبي. عبد الرحمن بدورة ممتازة جدا تغيير اتجاه اللعب في الجهة اليمنى. عرضية حسام. التدخل الموجود. كاسولة حاضر. السلام يأتي من كاسولة ومن ثم الكرة لا زالت لدى كاسولة لمصلحة الدوكالي. كلغومو الدوكالي ممتاز جدا مر عده. عدد الدوكالي يحاول يسدد لكنها الى ركلة مرمى. خذوا هاد هو ودانييل غومو. شوف هذه واحدة هذه الثانية. بعد ذلك التمريرة التي تأتي خذ من غومو. تسديدة الى خارج ارضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة النادي العرق. اوه كان في لمسي والله معاه الدوكالي معاه كان يريد ركلة زاوية. بالفعل كان هناك لمسا بسيطا جدا من مسعود زراعي لكن قرار عبد الله العذبة بأن يكون هناك ركلة مرمى لمصلحة النادي العربي. كرة لدى خلفان يحاول يسدد خلفان لكن كرة خلفان إلى خارج أرضية الملعب. توغل خلفان مر خلفان عند خلفان وهذه هي الانطلاقة التي كانت لدى. هذه الجوهرة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. كان كلام
كان حديث أن يذهب هذا الرجل من النادي العربي إلى نادي الريان، نعم، لكن خلفان بقى في 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 النادي العربي ولم يذهب طبعا إلى نادي الريان، هو حاضر هنا ولا زال مع البيت الأول، مع العش اللي إيه والله اللي فرق خلفان، هو النادي العربي، نادي أبوه، نادي هلم، نادي أجداد، كلهم ما في الكل عرباوي، الكل هم من زمن العزيز، هم من زمن العزيز، لذلك خلفان يعود إلى البيت. هنا المحاولة التي تأتي لكن الحال ما يسر، نعم هو في مشاكل، ما نشرد، لا نواجه، نهدي الأمور، ها نعطي كل اللي عندنا يا أخي، نرجع للحس، نعم هو زمن الاحتراف، لكن ألم يكن مع هذا الاحتراف قليلا من الحب، قليلا من العشق، قليلا من الوفاء لهذا الشعار، وهو شعار غالي على ربما 50% من الشعب القطري. لدينا كرة عالية رأسية تبعد، وصلت الآن لمصلحة يوسف رمضان إلى خارج أرضية الملعب، عادت للريان، وصلت إلى عبد الرحمن الحرازي، تعود إلى موسى هارون، الكرة الآن تصطد، تتحول إلى رمية جانبية، عادت لدى الدوكالي عن طريق دانييل دومو، وصلت الكرة في الجهة اليمنى، المحاولة الموجودة، تدخل الحاضر إلى ركلة مرمى، هكذا هو القرار لمصلحة النادي العربي، نعم ركلة مرمى لمصلحة النادي العربي بعد التقدم الذي كان في الجهة اليمنى من سعود فرحان. أسماء نشوفها، أسماء يعني نرى، نتابع ما الذي من الممكن، ومايكل لاودروب يعني طالع يتابع قبل المباراة أن تبدأ، قبل ما حتى يدخل فريقين للحماء، كان في أرضية الملعب سيباستيان، كان في أرضية الملعب محمد جمعة، كان في أرضية الملعب باورو صديقي، وكانوا يتمرنون في الملعب مع مدرب اللياقة يمرنهم، لأن ما استدعاهم لاودروب، قال لك هي فرصة إنه اليوم يعني هو مرحلة يعني يدربون شوي. محمد جمعة خاصة اللي لعب مباراة كبيرة أمام الهلال استشفاء، ولم نرى لا أحمد ياسر ولا تباتة طبعا في 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 الملعب، لكن بعض الأسماء نعم شفناها كانت حاضرة وموجودة، غير الأسماء الموجودة على دكة البدلاء. كاري وصلت من خلفان أمامية في الجهة اليمنى، جاردين يتقدم بصورة، أو هذا ياسر، نعم جاسر يحيى يحاول يكسب رمية جانبية، جاسر يحيى، وصلت إلى خلفان، استلام الموجود لجاسر يحيى، لا زالت لديه الكرة، عادت من خلفان في الجهة اليمنى، مدير عبد ربه لإيفان بوشتر، سعد ناطق إلى إيفان، نقلات حاضرة بالنسبة للنادي العربي، الكرة مقطوعة تصل إلى عبد الرحمن الحرازي، يحاول الآن الريان من خلال هذه الكرة المنقولة، وصلت من جومو في وسط الملعب للكروبي، دوكالي إلى حسام في الجهة اليمنى، حسام كمال يعيدها من جومو إلى الدوكالي يحاول يبحث خدوهات أمامية في وسط الملعب، تعود بعد ذلك لدى خلفان لجارديل، مع خلفان، جارديل يبحث، ينتظر، يحترم قدرة خلفان على الاختراق، لذلك هذه الكرة لمصلحة خلفان في وسط الملعب، عبد الله معرفي أرضية ممتازة، وصلت لدى إيفان فوشتر إلى ياسين يعقوب، النقلات الحاضرة الموجودة
ما بين العربي. شوف يعني رغم انه سوء الدفاع هو ثالث اسوأ خط دفاع العربي، نعلم انه اسوأ خط دفاع هو الاخوتياء 46، قطر عليه 40، العربي 38. وعلى المستوى الدفاعي ما في فريق في الدوري هذا الموسم، يعني دفاعيا الموسم ليس بموسم جيد. على المستوى الدفاعي الموسم هذا لا، دفاعيا ليس بالموسم الجيد على الاطلاق، لان نلعب 19 جولة او 20 جولة. افضل خط دفاع هو مين؟ هو الاتحيل وهو السد. وعند الجولة 20 كل فريق عليه 23 هدف، يعني ما في فريق تحت المعدل، ما في فريق تقدر تقول عنده مباراة كلين شيت رغم انه موجود، لكن اتكلم عن المعدل، لا ما في اقل فريق 1 بوينت يعني في كل مباراة. فدفاعيا لا، ليس بموسم جيد. هجوميا نعم، هجوميا موسم جيد، هجوميا الموسم. وما في فريق يعني تشوف عندك 22 جولة واقل فريق مسجل فيه 23، يعني دفاعيا ما في فريق راح يكون عنده معدل اقل من الوان، ما في فريق اقل من الوان وهو معدل خطير وكبير كدفاعيا. ولربما هجوميا كانت لدينا فرق كبيرة حاضرة واسماء على المستوى الهجومي قوية جدا تفوقت على الاندية وعلى دفاعات الاندية. ارى امامي الان عبد الرزاق الحمد الله تجري عمليات الاحماء، نعم الحمد الله يجري عمليات الاحماء، ربما يجهز لي شوط لقاء ثاني لانه لم يتبقى سوى 5 دقائق متبقية على احداث هذه المباراة. لدينا موسى هارون، الكرة المنقولة، حسام يعيد لكسول في وسط الملعب، كسول يحاول الكرة الامامية لكن هناك خطأ حاضر وموجود على عبد الله معرفي في وسط ملعب النادي العربي. شوف هذه هي الكرة، هنا السقوط الذي امامنا حاضر، الكرة الحاضرة لدى الدوكالي دانيال دومو. حسام تغيير اتجاه اللعب لدى غونزالو غير او فير عفوا، عادت لمصلحة كاسولا، وصلت الى دانيال دومو في وسط الملعب، المحاولة الموجودة من عبد الله لدى خلفان، خلفان يحاول، خلفان لديه الكرة، خلفان والانطلاقة، خلفان والمحاولة، خلفان والسقوط، لا زال يصارع خلفان، يكسب الآن خطأ من الدوكالي لمصلحة خلفان من خلال هذه الهادفة، يعني هو ما احتسب هذا، حسبني ما حسب الأولى حسب الثانية، وإن كنت أرى الأولى خطأ والثانية أيضا خطأ جارديل. الكرة التي تصل لمصلحة النادي العربي، محاولة يوسف رمضان يعيدها إلى جارديل في الجهة اليسرى، آخر 3 دقائق على أحداث شوط اللقاء الأول، شوط ليس بذلك المستوى الكبير، ليس باسم الفريقين، هي مباراة منتظرة نعم، لكن يعني شوط جيد أو متوسط، نعم شوط متوسط ليس حتى بالجيد، أراه شوطا متوسطا، يعني فقط هي رأسيتي كاري، ما في ذاك العمل الكبير، ما في الشغل الكبير من خلال الشوط الأول، يعني يدوب ربك، يعني ممكن دخول حمد الله، دخول مثلا مين متولي، دخول هذه الأسماء تحرك المياه الراكدة في الشوط الأول. 43 دقيقة مشاهدينا، الجماهير الريانية الحاضرة الموجودة تتابع، ترى الفريق تريد طبعا أن يحقق فريقها نتيجة جيدة في مباراة اليوم، يعني بروفا تكون حلوة للقاء الهلال على المستوى الآسيوي. مسعود زراعي، كرة في الجهة اليمنى، رأسية كاري، وصلت بشكل ممتاز لجاسر
يحيى مع خلفان، بالفعل تصل الى خلفان، خلفان يمرر لجارديل، جارديل لسعد ناطق مع يوسف رمضان، سعد، سعد بالفعل يمررها الى يوسف رمضان، يحاول من خلالها يعيدها ليوسف رمضان. هنا المحاولة عن طريق العراقي عالية داخل منطقة الجزاء، تتهيأ كاري، الله على كاري، كاري سدد الكرة الماضية، وصلت ممتازة، تهيأت أمام هذا الرجل الذي سدد الكرة بهذه الطريقة. شوف هنا المحاولة الخطيرة بالنسبة للنادي العربي لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية من كاري، كاري عادت الكرة، عادت المحاولة. الآن بالنسبة لريان في الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط اللقاء الأول، نعم هذه آخر دقيقة، شوف موسى هارون لمصلحة كاسولا، كاسولا لزياد، زياد وصلت للحرازي، الحرازي يحاول المرور في منتصف ملعب النادي العربي، عادت لمصلحة جومو، جومو يبحث حسام، حسام موجودة معاه الدوكالي، بالفعل وصل الله على الدوكالي، كعب ممتاز، مرور في الجهة اليمنى، لكن الكرة من مسعود زراحي تصل إلى يوسف، يوسف أمامية لسعد ناطق، ناطق إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة دانييل جومو. 45 دقيقة عدت، مرت، راحت، ولدينا دقيقة واحدة ولم يتبقى إلا ثواني معدودة على نهاية أحداث شوط اللقاء الأول ما بين النادي نادي الريان والنادي العربي، والعربي يتقدم بهدف هذا اللاعب كاري، كاري مرور ممتاز في الجهة اليسرى، لديه الكرة، قوة بدنية، تمريرة ممتازة، لكن هناك راية وتسلل على جارديل، واعتقد بأن الصافرة ستكون حاضرة الآن من عبد الله العدوى، بالفعل ينهي معها شوط اللقاء الأول ما بين الريان والعربي، شوط أول انتهى بتقدم العربي بهدف كاري، كاري براسية عند الدقيقة 20. مشاهدينا بعد فاصل قصير سيكون معكم الكابتن خالد سلمان والكابتن عبيد جمعة، فلا تذهبوا ثاني، لربما لربما تتغير الأمور، لأن في الشوط الأول الريان لم يكن لديه مهاجم بالفعل قادر على الاختراقات، قادر على عمل المشاكل لدفاع النادي العربي. الآن أعتقد دخل من سجل 16 هدف في بطولة الدوري هو عبد الرزاق الحمد الله في أرضية الملعب، وأعتقد بأنه قادر على زعزعة دفاعات العربي. هذا هو التبديل حتى الآن الوحيد في الشوط الثاني، لأن العربي داخل بنفس الأسماء، بمعنى أنه العربي بمسعود زراعي، يوسف رمضان مدير عبد ربه، أو كما قال عبيد جمعة مدير ونائب المدير بالإشارة إلى يوسف رمضان في الأدوار الدفاعية والهجومية بالنسبة للأطراف، ولدينا طبعا ياسين يعقوب، إيفان فوشتر، وسعد ناطق كثلاثي في الخلف، أمامهم عبد الله معرفي، جاسر، يحيى، وجارديل، ولدينا خلفان، خلف كاري، كاري، هكذا هي الأمور. أما بالنسبة للريان وبعد دخول الحمد الله أصبحت تشكيلة الريان، هنا لدينا محاولة لكنها تتحول إلى ركلة زاوية، سعود الخاطر، حسام كمال، موسى هارون، غونزالو فيرا، زياد علي، عبد الرحمن الفروبي، محمد كاسولا، دانييل جومو، عبد الرحمن الحرازي، والدوكالي الصيد، ولدينا في المقدمة طبعا اللاعب عبد الرزاق الحمد الله على المستوى الهجومي، ولدينا ركلة زاوية، نعم لمصلحة الرهيب، لمصلحة الريان هنا من خلال هذه الكرة، الأسماء الموجودة، الكرة تنفذ على القائم الأول رأسية كاسولا، وهناك سقوط في أرضية الملعب لأحد الأسماء الحاضرة، يبدو بأن سعد ناطق، سلامات، سلامات لسعد ناطق، تدخل كان مع
كاسولا والسقوط في أرضية الملعب، وأرى كذلك محسن متولي، أرى كذلك محسن متولي يقوم أيضا بعملية الإحماء الآن من خلال هذه الدقائق، وكذلك أحمد فتحي في النادي العربي. لدينا ركلة زاوية لمصلحة النادي العربي، هنا مدير عبد ربه يتركها إلى جارديل في ركلة زاوية حاضرة لمصلحة النادي العربي. لدينا ركلة زاوية، كرة تلعب من جارديل أمامية عالية رأسية عبد الرحمن الكروبي، تبعد تسديدة من مسافة إلى خارج أرضية الملعب. عبيد جمعة يرى أن العربي قادر أن يمشي بالمباراة إلى خط النهاية بهدف الشوط الأول، والكابتن خالد سلمان يرى لا، بأن مع التغييرات الآن الحمد لله نعم موجود، ومحسن متولي يعني ها يقوم بعمليات الإحماء، فالأمور لربما تتغير مع دخول هذه الأسماء التي لديها من الخبرة الكثير، التي قادرة على أن تجعل من الريان شكل آخر في شوط اللقاء الثاني. منذ موسم 99-2000 منذ موسم 99-2000 إلى يومنا هذا، خاض الفريقان على مستوى بطولة الدوري 40 مباراة، نعم 40 مباراة، هذه هي القمة رقم 41، نعم هذه القمة رقم 41 التي تجمع العربي بالريان أو الريان بالعربي. انتصر الريان في 16 مواجهة، وانتصر العربي في 8 مواجهات، وتعادل الفريقان في 16 مواجهة. الكرة تبعد تعود جارديل، خطيرة للعربي، مر يعدي يعيدها إلى كاري، كاري يحاول، كاري ينقلها، كاري ممتازة، جارديل يحاول، جارديل والرأسية بعد ذلك من كونسالو أمامية. شاهدنا بطاقة صفراء كانت حاضرة لدانييل جومو، نعم دانييل جومو يتلقى بطاقة صفراء. هنا الكرة التي تبعد عادت لمدير عبد ربه، ينقلها إلى عبد الله معرفي، استلام بامتياز تعود إلى اليمني، أمامية طويلة، رأسية كاري، كرة موسى هارون يعيدها إلى سعود الخاطر، سعود في الجهة اليمنى، الدكالي استلام بامتياز إلى موسى هارون، الضغط الذي يأتي من يوسف رمضان بالجهة اليمنى ناحية محمد كاسولا، ينقلها بصورة ممتازة لعبد الرحمن الحرازي الذي يأخذها بصورة جيدة، يحاول المرور، الحرازي لا زالت لديه الكرة، وصلت إلى جومو، جومو الحرازي، الحرازي لحسام كمال، العرضية الآن من حسام كمال خطيرة للريان لكنها عادت لمصلحة العربي عن طريق جارديل ناحية خلفان، خلفان السلام، خلفان السلام، خلفان مار، خلفان ما مار، خلفان، كرة عادت لمصلحة الريان أمامية لكن التمريرة لم تصل من الدكالي ناحية عبد الرزاق الحمد لله. هذا كاسولا اعتراض بصورة ممتازة، قراءة سليمة للقطة الماضية، أمامية كرة الدكالي لكنها طالت على الحمد الله إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، نعم لا زال العربي هدف مقابل شيء. وهناك في لقاء لدحيل مع الإخريطيات، لدحيل في الشوط الأول في 45 دقيقة يضع درع الدوري في خزينته، الدرع السادس، نعم وصل 6، اي والله وصل 6، اي والله العربي عنده 7، العربي عنده 7، لدحيل صار 6، لدحيل صار 6، لقب 1 ويتعادل مع العربي، نعم هو نادي 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 النادي لدحيل، واللقب السادس عندنا العربي 7، الغرافة 7، الريان 8، الريان 8، ونادي السد
الزعيم؟ نعم الزعيم عنده 13. وينك وينك؟ بعيد رايح بعيد الزعيم ب 13 لقب أكل اليوم. نحن مع فريق يصل إلى اللقب السادس. كرة في وسط الملعب عن طريق محمد كاسولا، ينقلها في الجهة اليمنى عن طريق دوكالي. دوكالي لحسام كمال، كمال أمامية لجومو، جومو تدخل سعد ناطق، عادت لمصلحة النادي العربي عن طريق جاردين. ناحية خلفان، خلفان في الجهة اليسرى، خلفان السرعة الموجودة، خلفان يتقدم، خلفان لا زالت لديه الكرة في الجهة اليسرى. يوسف رمضان يحاول عرضية لمين؟ يبحث، يجد جاردين. يا سلام، نعم 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 نعم، يسجل النادي العربي الهدف الثاني عن طريق جارديل. هنا خلفان هذا الخلفان اللي ما يهر ويلعبه. يوسف رمضان كان في موقف تسلل يبدو ذلك، لكن هدف لمصلحة النادي العربي، مررها بهذه الطريقة، وبعد ذلك جول يأتي عن طريق جارديل معلنا ثاني أهداف العرباوية في شوط اللقاء الثاني. 2 للعربي، لا شيء للريان. هكذا هي الأمور. هذا جارديل 5 أهداف على فكرة هذا الموسم مع النادي العربي، وأرى محسن متولي هو الآن سيكون حاضرا في الدقائق القادمة. إذن الدقيقة 20 كاري كاري، الدقيقة 54 جارديل. هكذا يفعل العربي الآن ويسجل الهدف الثاني الذي يستفز نعم مايكل لاودروب. ونرى بأن لدينا محسن متولي سيكون اسم قادم في تشكيلة نادي الريان. 2 لا شيء، لقاء الذهاب انتهى لمصلحة الريان 4-2 نعم، في 19 من نوفمبر 2017 عندما انتصر نادي الريان على نادي العربي 4-2. الآن يريد العربي أن ينتصر على نادي الريان، خروج جومو ودخول محسن متولي وتسديدة الحمد الله، لكن تبعد الكرة في وسط الملعب. نذكر أحمد ياسر مش موجود، محمد علاء مش موجود، عمر باري مش موجود، محمد جمعة مش موجود، أحمد عبد المقصود مش موجود، كو مش موجود، تباتا مش موجود، سيباستيان سوريا مش موجود، مين 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 دخل؟ نعم محسن متولي والحمد الله تم إدخالهم في أرض. يعني 8 أسماء، 8 أسماء تغيب عن نادي الريان غير الأسماء اللي دخلت من شوي اللي هي الحمد الله ومتولي في شوط اللقاء الثاني. لدينا محاولة عن طريق كاري كاري، أسقط نفسه بنفسه، عادت لمصلحة نادي الريان. محاولة في الجهة اليسرى، الله على زيادة حلي، يعني خذ واحدة، كرة في وسط الملعب عن طريق محسن متولي، يحاول محسن يتوغل، محسن ينقلها في الجهة اليمنى ناحية الدوكالي، محسن متولي إلى الدوكالي، الدوكالي لا زالت لديه الكرة من كاسولا، كاسولا عودة للدوكالي، الدوكالي لمتولي، متولي في الجهة اليمنى، لكن سعد ناطق يتواجد ويبعد هذه الكرة الأمامية. جونزارو لكاسولا، زياد ناحية كاسولا أمامية للحمد الله، لكنها أيضا تبعد، عادت بعد ذلك لمصلحة جارديل مع كاسولا، والكرة تعود لمصلحة نادي الريان الذي الآن يستحوذ على الكرة، يريد لكن يقابل دفاعا قويا، سدا منيعا أمام كل محاولات نادي
الريال. كرة في الجهة اليمنى، حسام كمال، عرضية عالية على القائم الثاني، طالت للأمام، التحول الذي يأتي، الحرازي يحاول لكنها أبرت وتحولت إلى رمية جانبية. كما ذكرت 40 مباراة منذ موسم 99 2000، هي من المفترض أن يكون عدد فرد أساس أنه هذا الموسم، هذا الموسم أنه خلاص تكمل تكون 40، لكن هذه المباراة هي رقم 41. لماذا؟ لأن في موسم 2000، أنا أقول لك في موسم، لا في موسم 2006، نعم 2006، 2000 نعم، لعبوا الدوري ثلاث أقسام، لعب الدوري ثلاث أقسام، وفاز طبعا يعني 2000، نعم 2005 2006 لعب الدوري ثلاث أقسام، لذلك يعني هذا الموسم الوحيد اللي فيه ثلاث مباريات شهدها موسما واحدا، ولذلك نصل إلى المباراة رقم 40. الآن اليوم رقم 41، 16 انتصار للريال، 8 للعربي، و16 مباراة انتهت بالتعادل، هكذا هي الأمور. لكن هناك 10 مباريات جرت في شهر مارس، احنا اليوم في مارس، نعم 10 مباريات جرت في شهر مارس منذ ذاك التاريخ، منذ 99 2000، منذ ذلك الموسم كانت المباريات كلها مع نهاية، يعني ما في 8 مارس، في 31 مارس، في 29، في 12 مارس، في 24 مارس، في 25، في 17، في 14، في 20، في 24، في 28 مارس. هنا الكرة العالية الرأسية وصلت إلى يوسف رمضان. في العشر مباريات اللي جرت منذ 99 2000، يعني تتكلم عن 18 موسم، ها العربي فاز مرة في شهر مارس، وتعادل الفريقان في أربع مناسبات، وفاز الريان نعم في خمس مباريات. الريان فاز في خمسة، تعادلوا في أربع، والعربي في شهر مارس فقط فاز مرة واحدة، كانت بنتيجة هدف مقابل لا شيء لمصلحة النادي العربي. تحديدا ذلك التاريخ كان في 25 مارس 2006، بهدف مقابل لا شيء سجل لمصلحة النادي العربي ذلك الانتصار. لدينا رمية جانبية، زياد علي، شوف الخطأ الذي احتسب من عبد الله العدبة على عبد الرزاق الحمد الله، عادت لدى غونزالو، تصل إلى عبد الرحمن الكروبي، ينقلها في الجهة اليمنى، محاولة الآن عن طريق الدوكالي، يعيدها لي عبد الرحمن في وسط الملعب ناحية كاسولا، كاسولا لحسام كمال، نقلات ريانية، محاولات لمصلحة الرهيب، هنا متولي يقترب الآن ناحية كاسولا، محاولة للتسديد، كاسولا يسدد لكنها تصد في دفاع النادي العربي، وتتحول بعد ذلك في الجهة اليسرى أمامية ناحية خلفان، طالت على خلفان، وصلت إلى موسى هارون. أكثر من ربع ساعة مشاهدينا من أحداث شوط اللقاء الثاني، ولا زلنا بتقدم العربي هدفين مقابل لا شيء، سجل في الشوط الأول وسجل في الشوط الثاني. جاسر يحيى مع كاري، كاري في الجهة اليمنى، هذا كاري ننتظر، يعيدها لمدير عبد ربه في وسط الملعب ليوسف رمضان، رمضان ناحية خلفان إبراهيم، يحاول خلفان إلى يوسف رمضان، رمضان معه عبد الله معرفي، بالفعل تصل لمعرفي، عودة لخلفان بالخطأ ناحية محسن متولي، متولي أمامية لعبد الحمد الله، وصلت إلى عبد الرحمن
الحرازي لمحسن متولي ناحيه الدوكالي، محاولات نادي الريان، المحاوله للتسديد، الكره التي تصل الان من لدينا كاسورا في الجهه اليمنى. شوف الكره تبعد، لكن التدخل الحاضر لمصلحة، شوف الحديث الذي كان هنا طبعا مع عبد الله العذبة. كرة أمامية وصلت لخارج أرضية الملعب، لكن لا، الكرة عادت لمصلحة النادي الريان لكازولا في وسط الملعب التربي، وصلت لدى عبد الرحمن الحرازي إلى خلفان. خلفان شوف الاستلام من خلفان، محاولة خلفان الكرة المنقولة في الجهة اليمنى ناحية مدير عبد الربو، وصلت لدينا كاري كاري لخلفان، المحاولات العرباوية. شوف العربي يسجل ويرجع، العربي يقترب ها وبعد ذلك يعود للخلف، مثل يعني يطير كالفراشة وينسع كالنحلة، هو العربي اليوم. نعم نعم، هكذا العربي ما يفعل من خلال الدقائق الماضية، يقدم مباراة كبيرة. هناك الاضحية ثلاثة، وهنا العربي اثنين، وهنا لدينا محاولة للثالث لكنها لم تكتمل، عادت إلى محسن متولي. محاولة محسن متولي في وسط الملعب، كرة في الجهة اليمنى لموسى هارون، كرة في الجهة اليمنى خطيرة جدا، مطالبة بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يرى بأن الأمور عادية جدا بعد التدخل مع الحمد الله. سلامات للحمد الله اللي قام بالسلامة، هذه هي الكرة والتدخل ما بين الحمد الله واللاعب رقم خمسة إيفان فوشتا. صعب جدا، صعب جدا يعني أن يحتسب شيء في اللقطة الماضية. دقيقة 65، كرة عادت، لدينا سعد ناطق، لديه بطاقة صفراء، ولدينا دانيال جومو الذي تم استبداله، كان لديه بطاقة صفراء حتى هذه اللحظة من حكم لقاء عبد الله العذبة. عادت إلى كاسولا، تدخل الموجود، شوط ثاني يستمر كما كان شوط اللقاء الأول، الفرص القليلة فقط شاهدنا هدف العربي، غير ذلك لم نشاهد أي كرة خطيرة على الإطلاق. كاريكاري ناحية خلفان، الاستلام يأتي من خلفان، يحاول نقلها في الجهة اليسرى، سعد ناطق يحاول، العراقي ممتازة، يوسف رمضان عرضية يبعدها زياد علي إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي طبعا الريان. موسم 99، موسم 99 2000، نعم كان موسم من ثلاثة أقسام، كان موسم من ثلاثة أقسام. وهنا لدينا تسديدة جارديل إلى خارج أرضية دييغو جارديل، شوف الكرة العالية التي وصلت إلى دييغو جارديل، الاستلام كان موجود
والتسديدة التي مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الملعب، فرصة عربوية أخرى سانحة للتسجيل. هذا موسم 99-2000 كان ثلاث أقسام. حلو، لا أمر بعد ذلك موسم 2000-2001 أيضا كان ثلاثة أقسام، أيضا كان ثلاث أقسام. نعم، كرة في الجهة اليسرى لمصلحة الريان، المحاولة وصلت إلى مسعود زراعي، موسم 2001. ألفين واثنين هنا عادت بعد ذلك الأمور، كان هناك أكثر من موسم حاضر وموجود، لكن كما نرى فيه أكثر من ثلاثة أقسام، ثم قننت الفكرة، عادت مرة أخرى إلى الموسمين. لدينا الآن محاولة لمصلحة نادي الريان، يستمر العربي في مسألة الحفاظ على نتيجة المباراة، يستمر العربي في الحفاظ على النقاط الثلاث، يستمر العربي في أن يؤمن بحضوره وأن يكون حاضرا، وكما قالت جريدة الوطن في عنوانها، العربي ينشد الأمان أمام الريان من خلال هذه المباراة. كرة في الجهة اليمنى، المرور موجود، لكن أيضا دفاعيا اليوم ممتاز العرب، اليوم دفاعيا العربي جدا ممتاز، يلعب مباراة بشكل ممتاز، يقدم عطاء مميزا، يلعب بصورة إيجابية، هو نعم هو النادي العربي. كرة تصل، لمصلحة الريان، سهلة لمسعود زراعي، كرة لمسعود زراعي، وصلت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، حديث من عبد الله يلعب مع مذكر آل شافي، مذكر سالم آل شافي، الحديث معاه انه والله نهدى شوي، كلم مايكل شوفه كلمه على وعسى يعني يهدى شوي، ما تستاهل الامور. لدينا الان كره في وسط الملعب، عبد الرحمن يحاول مع حسام كمان في الجهه اليمنى، حاضره لمصلحه نادي الريان، المحاولة التي تأتي الآن، المرور يأتي، الكرة الخطيرة، دوكالي يسدد، لكن هناك على ما يبدو إيش راح نشوف، يبدو ركلة جزاء لمصلحة نادي الريان على اللاعب نعم هو ياسين يعقوب، يتسبب دور زادة ياسين يعقوب دور زادة يتسبب بركلة جزاء. شوف هذه هي الكرة، لمسة يد، نعم تحولت الكرة بلمسة يد وركلة جزاء تأتي لمصلحة الريان عن طريق عبد الرزاق الحمد الله. هل يقلص النتيجة؟ هل يسجل الهدف الأول للريان من خلال هذه المباراة؟ وهل يسجل الهدف رقم 17 له من خلال هذا الموسم؟ إنه عبد الرزاق الحمد الله أمام مسعود زراعي للتقليص قبل ثلث ساعة من نهاية أحداث هذه المباراة. حمد الله زراعي، عربي ريان، رهيب أحلام،
النتيجة تتقلص أم لا؟ سنشاهد الآن بكرة عبد الرزاق الحمد الله، الكرة تلعب أمامية، رزاق، الله، جول يأتي لمصلحة عبد الرزاق الحمد الله في مرمى مسعود زراعي، وحكم المباراة الآن يبدو بأنه يشير بطاقة صفراء لعبد الرزاق الحمد الله وكذلك لمسعود الزراعي. تعال تعال خذ لك بطاقة وتعال ياخذ له بطاقة، كل واحد ياخذ له بطاقة. الريان يقلص النتيجة الآن أمام يعني معصب، يقول إيش بلاء، أنا سجلت، خدت الكرة، أريد أن أعود هذه الكرة بهذه الطريقة. سجل الحمد الله هدف التقليص من علامة الجزاء لمصلحة الريان لتصبح 2-1 لمصلحة النادي العربي. تحلو، نعم ممكن أن تحلو، شوف هذه هي، خذها، عصب يعني مسعود، ما أدري إنه خلاص خذ الكرة، انتهى الموضوع، ليش ما ليش انذار، لماذا يعني ما تدري شو يصير في المباراة، بطاقة صفراء أخرى تعمل لك مشكلة. لكن الآن لدينا تبديل، خروج الحرازي ودخول اللاعب رقم 19 في صفوف نادي الريان، إبراهيم عبد الحليم، هذا إبراهيم عبد الحليم بدلا من عبد الرحمن الحرازي. إذن 2-1، سنتابع ما الذي من الممكن أن يحدث فيما تبقى من مجريات هذه المباراة. يوسف رمضان أيضا يغادر ويأتي اللاعب رقم 34 عبد الله علي، عبد الله علي المسيكي، عبد الله علي المسيكي بدلا من اللاعب يوسف رمضان، يغادر أرضية الملعب في صفوف نادي العربي. 2-1 2-1، لكن لسه ما انتهت، لسه فيها، لأن هناك لاعب يدعى الحمد الله، ولدينا يبدو بأن هناك ركلة مرمى الحمد لله، ركلة مرمى لمصلحة النادي العربي أو ركنية. سنتابع هذه الكرة، ما فيها شيء تماما، الاستلام كان من الحمد لله، والكرة أبعدت بطريقة ممتازة من دفاع نادي الريان عن طريق ياسين يعقوب إلى خارج أرضية الملعب، ركلة زاوية. الآن لدينا ركلة زاوية ريانية خطيرة، سنتابع ما الذي من الممكن أن يحدث، لكنها تبعد، تصل بعد ذلك لمصلحة نادي الريان، لمصلحة الريان في الجهة اليمنى عن طريق الحمد الله. الحمد الله يسدد، الحمد الله إلى خارج أرضية الملعب. ربع ساعة فقط تفصلنا مشاهدينا عن أحداث هذه المباراة، عن أحداث هذه المباراة. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية بالنسبة للنادي العربي، مدير عبد ربه، وصلت في الجهة اليمنى، لمصلحة النادي العربي في الجهة اليسرى، المحاولة التي تأتي الآن، المرور من جارديل، لكنها أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. إذن البديل مش 34، لا مش عبد الله علي،
البديل هو عبد الرحمن وليد 24. العتب عن النظر والله، هو 24. نعم عبد الرحمن وليد يعذرنا، هو اللي دخل بدلا من يوسف رمضان. عبد الرحمن وليد منصور أصبح في الجهة اليسرى بالنسبة للعربي. جارديل على تنفيذ ركلة الزاوية، الكرة العالية لكنها لم تصل، تبعد لمصلحة سعد ناطق. يعيدها الآن لإيفان، إيفان عالية قطرية في الجهة اليسرى، لكن حسام كمال بالرأس يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة النادي العربي. 13 دقيقة وتبقى رسمي، تبقى رسمي خلاص، لأن الإخريطيات هناك يعني يعاني من خسارة أمام لدحيل. ها ولدحيل يقول له ألف 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 مبروك، ست مرات لأن ست ألقاب، ها نقول له مبروك ودرع الدوري بعد انتصاره وخسارة السد. هذه الجولة يصبح الفارق ما بينهم إلى خمس إلى ثمان نقاط، وما تبقى في أرضية الملعب هو ستة. ليش أقول العربي يبقى؟ لأن العربي إذا ما فاز يكون الفارق ما بينه وما بين الإخريطيات الآن هو خمسة، يبعد يصير ثمانية إذا ما فاز طبعا على الريان، أو حتى تعادل يكون ستة ويبقى مبارتين، ويبقى مبارتين عاد بعدين يشوفون كم واحد موجود بنفس الدرجات. لكن إذا أنت تفوز لا كم واحد، ولا تعال شوف نقاطي ونقاطك، ولا شوف أهدافي وأهدافك، ولا شوف كم فس عليك وفس علي، لا يبقى. أنا قاعد، أنا ضمنت الجلوس وضمنت البقاء وضمنت إني موجود الموسم الجاي. الحين خلاص أحط ريل على ريل، ها الله يعز السامعين طبعا، ها ها وبعد ذلك لا يبقى. لا ما تحط ريل على ريل، مين قال هذا الكلام؟ خلونا نتكلم في آخر عشر دقائق، بما أنه يعني إحنا في نهاية الموسم ونهاية الدوري، لكن لسه هذه المباراة لم تنتهي. الريان يريد أن يسدد، الله كرة غاية في الخطورة، حسام كمال كاد أن يزور مرمى النادي العربي بهدف ثاني، لكن الكرة مرة شوف لم الكرة وسددها إلى خارج أرضية الملعب. الريان أموره واضحة، الريان فريق كبير، الريان يمتلك عناصر ينافس فيها كل موسم، لكن هي الأمتار الأخيرة رأى بأن خلاص النفس خلص والصراع أصبح من الصعوبة، ولقاءات المتبقية هنا لدينا محاولة لمصلحة الريان لكنها تبعد. ومو مشكلة الريان، لأن الريان يعلم تماما اللي يستطيع أن يوقف لتحيل هذا الموسم هما فريقان، ولتحيل عدى من الاثنين خلاص، البقية ما يقدرون. خلونا واضحين، ليش انتهي الدوري مبكرا؟ لأن ما في اختبارات حقيقية هالموسم، هم ثلاث اللي فوق اختباراتهم حقيقية مع بعض، أما مع بقية الفرق لا، تعال خذ لك أربعة ثلاثة وأنا ماشي. خلينا نكون صريحين، خلينا نكون واضحين. فالريان انتهى آخر مباراة كانت 3-3 مع الاتحيل، قال لك لا خلاص الفارق ما قدرت أقلص الفارق، ها وعقب أيضا هو انتصر على السد، فالأمور قد انتهت ولم يعد هناك متسع للصراع. فأركز آسيوي والمايلاب هذه محاولة وراحت، لكن عنده بطولة كأس قطر، عنده بطولة كأس سمو الأمير، قادر أن يصنع من خلالها الريان شيء، والكل يتفق على ذلك. زين تعال للعرب، العرب الآن إذا ما انتصر في هذه المباراة خلاص يضمن البقاء من اليوم، من بعد المباراة، من بعد المباراة على إدارة العرب متمثلة في الرئيس، نائب الرئيس، أعضاء الجمعية العمومية، ها الكل 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 من محبين أيضا للنادي العربي، من أعضاء الشرف، من الأسماء المحبة القادرة الداعمة دائما للنادي العربي، تعالوا يا أخوان من الليلة، من الليلة ايش تبون تسوون الموسم الجاي؟
واحد يقول لسه بدري. لا يا حبيبي بدري من عمرك، تعال شوف الاخطاء خلاص تضامن الجوله الجايه واللي بعدها ما بيها، لا ما بيها، انت 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 فكر الموسم القادم ايش رايك ابى اسوي، شو المشاكل اللي عندي الرئيسيه ها احلها، المحترفين ابيهم ما ابيهم ما ابيهم، تعال فلان علان وكيل لاعبين، ها اكو ابو محمد موجود، ها ابو محمد يحلل على المباراه، تعال والامثال والاسماء كثيره، تعال نبي هذا وذا وذا، ودور لنا من الان اسماء تتكيف، هذا بيكمل معاي شو اسمه لوكا، راح يكمل لوكا، تعال يا لوكا الموسم وين تبيهم، ما بيكمل، لا هذا كلام ثاني. والمشكله ايش؟ المشكله انه هو امزجه، يعني الان لوكا موجود بيكمل ولا ما بيكمل؟ لازم تكون واضح، ايه لازم تكون واضح، ما بيكمل اللي قلته انا انسوه كله، اللي قلته كله انسوه. اول شيء جيب المدرب، اعرف طريقة اللعب اللي راح يلعب فيها، بعد ذلك اقول له وين تبي المحترفين، شوف هذه المواطنين وين تبي المحترفين، عقب اجيب وكلاء اللاعبين، لكن هذا العمل يجب ان يكون باستقرار فني موجود، اذا كنت مقتنع مثلا بهذا الكرواتي، اذا كنت يعني بطريقة لعبه بما شاهدت اقيم المرحلة، ما ادري اذا يكون هذا، ما ادري اذا يسمعون، ما ادري اذا يدعون، ما ادري اذا يعلمون بهذا الكلام ام لا، ليس العربي فقط، يعني هو اليوم الكلام لانه موجود امامي العربي، لكن قيس على العربي الخور نفس الحاله، ها قطر نفس الحاله، ها مين 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 في السكه موجود، الـ 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 الاهلي نفس الحاله، نعم كل هذه الانديه غير طبعا اللي راح يروحون درجه ثانيه، الله معاكم الله معاكم الله الحافظ، ترجعوا لنا سالمين قانمين بعد موسمين، نشوفكم ان شاء الله بخير ونعمه، لكن الان خروج خلفان ودخول احمد فتحي الى ارضيه الملعب الرقم 8، احمد فتحي في اخر 5 دقائق، لذلك لوكا الان يفكر ايضا بحلول دفاعيه، لان احمد فتحي يمتلك ذلك عكس خلفان، لدينا الان خطا عن طريق الحمد الله، يعادل النتيجه ولا يعادل النتيجه، الحمد الله مسعود سراعي يبعدها الى ركلة زاوية، كرة الحمد الله التي تحولت الى ركلة زاوية لمصلحة النادي لمصلحة نادي الريان. هذا نعم هذا هو الريان يحاول، الكرة العالية رأسية تبعد تعود مرة أخرى خطيرة، التدخل الحاضر، المطالبة ربما بشيء، لكن الكرة تتحول إلى ركلة زاوية إلى ركلة زاوية. حكم المباراة السرعي طبعا الطواقم الطبية للاعبين في أرضية الملعب، سلامات لمين راح نشوف، هذه هي الكرة، التدخل الذي كان حاضرا فيها راية أو لا، لا شوف في لاعب كان في المرمى، طبعا تسلل غير موجود تماما في الكرة الماضية، لأن الحارس يكون لاعب واللاعب يكون يعني هو وهو قانون التسلل ليس بحارس المرمى، يعني ما له خص بحارس ثاني آخر مدافع، يعني كان حارس كان مين كان، المهم سقوط لا زال لاعب النادي العربي واقع على أرضية الملعب، سلامات سلامات، راح نشوف هو مدير عبد ربه أعتقد اللاعب اليمني مدير عبد ربه هو اللاعب الواقع على أرضية الملعب، هنا كان التدخل، لا والله مش يبدو هو اللي واقع، نعم وهنا كان التدخل من كاري على مين مع كاسولا مع، لكن هنا سقوط مدير، هنا سقوط مدير، وهذا مايكل لاود ما نبي، يعني احنا لو كنا نتكلم عن الحياه هذه انساها، فكر في اسيا وانت تسير بشكل جيد، لان شوف انا اقول لك شغله، الريال لو ينتصر في مباراه الهلال القادمه
على مستوى دوري أبطال آسيا فهو سيكون قريب جدا جدا من التأهل إلى الدور القادم من مجموعة غاية في كيف ضاعت الكرة الماضية من عبد الرزاق الحمد الله. هذه الكرة وحيدا تماما رأسية كاسولة وضعها بهذه الطريقة لدينا الحمد الله أضاع الهدف الثاني بغرابة شديدة. إذن الحمد الله يضيع هدف ثاني لمصلحة الريان في توقيت صعب للغاية للغاية. الريان كاد أن يسجل هدف التعادل الثاني لتصبح النتيجة هدفين لكل منهما، لكن لا زالت الأمور لأحلام العربي في الصدارة بهدفين مقابل متقدما على ريان بهدفين مقابل هدف واحد. كرة عادت من زياد وصلت إلى كاسولة في وسط الملعب. كاسولة لديه الكرة ينقلها في الجهة اليمنى وصلت لدى حسام. حسام لمصلحة الدوكالي، يحاول الدوكالي لحسام في الجهة اليمنى لكن تدخل سعد ناطق برافو إلى خارج أرضية الملعب. سعد ناطق اللي قال عنه سلام شاكر، تعرفون سلام شاكر اللاعب العراقي المدافع العراقي الذي لعب لسنوات كبيرة جدا هنا في نادي الخور. سلام شاكر قال انه سعد ناطق هو خليفة سلام شاكر. سعد ناطق هو خليفة سلام شاكر، او قال اراه يشبهني عندما كنت العب. عشان ما نقول خليفته ولا هذا ونقارن، لا نقول قال بهذا الحرف، قال يشبهني نفس الستايل نفس الشكل في عملية الدفاع واللعب في أرضية الملعب. لدينا كرة لمحسن متولي في وسط الملعب. متولي وصلت للدوكالي، الدوكالي من موسى أو كاسولة لمتولي أمامية الحمد الله. الريان يجيبها على بر ولا الريان من أمام الريان، بقاء العربي من أمام الريان. يا محلاه من بقاء، يتمنونه يكون أمام العربي وأمام الريان وهو وسيكون كذلك إلا تسديدة متولي إلى خارج أرضية الملعب. لدينا ركلة زاوية لمصلحة نادي الريان. لا زال الريان يبحث يريد أن يسجل هدف التعادل الآن من خلال هذه الكرة الثابتة تلعب المحاولة، لكن أيضا برافو لأحمد فتحي يبعدها أمامية وطويلة وصلت عادت لمصلحة حسام. حسام لمتولي، متولي في وسط الملعب عن طريق هذا المغربي المميز جدا الذي سجل هدفا جميلا في مرمى نادي الهلال. كرة في الجهة اليسرى طالت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة نادي العربي. كم من الوقت؟ 4 دقائق يعلن عنها الحكم الرابع السيد طالب سالم المري أمام كتيبة مايكل لاودروب. نعم أمام لاودروب لتعديل النتيجة أو أنها ستكون الخسارة الخامسة هذا الموسم وسيكون الانتصار الخامس للعربي هذا الموسم ويصل إلى النقطة رقم 21. يوصل إلى النقطة رقم 21 العربي يصير 21 نقطة. نعم يكون 21 نقطة ويكون الاخريطيات 13 وباقي 6 نقاط، سقف الاخريطيات 19. نقول مبروك، نعم مبروك، نقول مبروك، راح نقول مبروك ايضا، نقول مبروك للتحيل 6 مرات ونقول مبروك للعربي مليون مرة للعربي لانه نعم هو فريق سيبقى لدينا هذا الموسم. الكرة الآن التي تصل لسلام موجود في الجهة اليمنى لدى الدوكالي من الكروبي عبد الرحمن في الجهة اليمنى، خذوهات بصورة ممتازة حسام إلى خارج أرضية الملعب. لدينا رمية جانبية وصلت لدى الدوكالي عادت لمصلحة
لمصلحة الجهة اليسرى من جاسونة. المحاولة المرور للبديل إبراهيم عبد الحليم يلعب الكرة العرضية أبعدت من دفاع النادي العربي. لازلنا هنا في الدقائق الأخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، انتصار يريح، انتصار العرباوية. كل من صاد ضغط لكم السموحة، كل من صاد سكر هذا الموسم لكم السموحة. خلاص كركديه وهدي نفسك لأن الموسم قد انتهى وانت باقي إلا إذا دقيقة ونص، يعني أكيد على إدارة العربي أن تصرف دو الضغط والسكر عند باب النادي هنا لدينا. خلاص خلصوها، خلاص جاردين يبقي العربي هنا في دورينا في دور نجوم كيومبي الموسم القادم. العزيز ما يهبط، العزيز ما ينزل، العزيز باقي. نعم إذا ما كان باقي فمن هو باق؟ نعم إنه العزيز، إنه العربي، إنه جارديل يسجل الثالث. يبقى لدينا نعم عزيز قوم الدل. نعم إنه العربي لكنه يعود وينتفض مرة أخرى. مالنا غنى عنه يا عيال شرق، يكون لكم وحشة لو غبتوا، لكن خلكم معانا هنا في دورينا. لكم مزة، لكم طابع، معليش ما تجيبون بطولة، ما تعملون شيء، لكن انتوا غير، شعاركم غير، روحكم غير، عملكم غير، يا اخي جماهيركم غير. افهموها، بدون العربي دورينا ما له علاه. جارديل الثالث ينهي كل الأمور في هذه المباراة، وجارديل يغادر ثاني أهدافه في هذه المباراة، سادس أهدافه هذا الموسم مع النادي العربي. هكذا هي الأمور. هنا لدينا تبديل آخر، محمد كاني يأتي في تشكيلة النادي العربي في آخر. خلاص عبد الله العذبة مع طبعا النهاية والصافرة التي ننتظر الآن من الممكن أن نشاهد. خلاص الصافرة التي تعلن نهاية الأحداث بانتصار العربي. نعم مشاهدينا مبروك.